السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم وقعت عام 2011 وبالضبط في شهر غشت، يعني شهر 8. كنقولوا شهر 8 كنقولوا الحرارة مرتفعة بزاف والصيف والصهد وبنادم كيهرب البحر، سوا كيصبح مع راسو كيجي في نفس النهار او لا شي مجموعة ديال الشباب كيمشيو يخيموا بعضياتهم وكيريحوا واحد الاسبوع ولا شي حاجة. الحلقة ديالنا او القصة ديالنا وقعت في الشواطئ الممتدة من مدينة الرباط اللي حتى لمدينة بوزنيقة. هنايا وكانوا واحد ربعة ديال الشباب مخيمين دايرين واحد الخيمة وناعسين بالليل. واحد في هذوك الشباب فاق بغى يقضي الحاجة ديالو، هو ينوض ويبقى غادي، فات الخيمة ديالو وفات الناس اللي مخيمين تاهمايا، بقى غادي غير في الرملة غادي حفيان غادي اللي حتى قرب يخرج من الشاطئ ويدخل واحد الغابة كانت تمايا. ورجلو يضرب في شي حاجه، قال واقيلا شي كلب او لا شي جثه ديال شي حيوان هنايا. هو يسني عليها بالتليفون ديالو، صنع عليها ويبان ليه ما هو افضع، جثه ديال المراه مرميه تما في الرمله. تخلع جاي كيجري، علم صحابو علم هذوك الناس اللي مخيمين تمايا، ناض كلشي مشى كيقلب لقى جثه ديال المراه مازال غير شابه. مشاو علموا البوليس، البوليس جاو على الفور انتقلوا لعين المكان كيلقاو الجثه ديال ديك المراه مقتوله، وبين عاد مقتوله يلاه تقريبا يلاه هذيك الليله ديال البارح ماشي بعيد بزاف. المهم هنايا جا الشرطه القضائيه والشرطه العلميه وبداو كيفحصوا المكان، عيطوا للطبيب اللي عاينه في البلاصه، ولكن قال لهم هذه خاصه ضروري تمشي للمشرحه باش الطبيب الشرعي يشوف اشنو عندها. صافي هزوها رفعوا الدواء المستودع البلدي الاموات وبداو كيقلبوا في مسرح الجريمه او المكان تواجد ديك الجثه. المهم بقاو كيقلبوا والو، واش لقاو شي اثر او دليل او شي حاجه، لان الرمله بزاف والمصطافين كيمشيو ويجيو والدنيا عامره، يعني ما لقاو حتى حاجه. استعنوا باش هاد البوليس هادو جابوا واحد الغربال، هذوك الغربال الكبير اللي كيكون كيستعملوه البنايه في الاوراش ديال البني، جابوه وخواو هذيك المنطقه على بعد واحد 1000 متر تقريبا، خواوها وبداو خدامين. واحد المجهود اللي هو مضني ومتعب بزاف، بداو كيغربلو في الرملة على بعد او على قياس تاع 10 سنتيمتر، بداو كيغربلو لمدة ديال 3 سوايع. اشنو كيخرجو؟ كيلقاو واحد لاكارت ديال التليفون مهرسة احتفظوا بها حجزوها، ولقاو كذلك واحد العازل طبي، عازل طبي باين من الملاحظة الاولية انه يلاه تستعمل ماشي قديم بزاف. المهم خداو هاد الشهادة وداو بحالو بحال الجثة اللي داو المستودع البلدي الأموات. هنايا الطبيب الشرعي شنو كيقول ليهم؟ هاد المرا هادي تعرضات للخنق، يعني شي واحد خنقها بقوة اللي حتى ماتت، وقبل ما تموت تعرضات للاعتداء، شي واحد اعتدى عليها عاد قتلها. والحاجة أخرى اللي غادي يقول ليهم الطبيب الشرعي هو أن نفس العينة اللي كاينة في هداك العازل الطبي هو نفسه اللي كاينة في هاد السيدة هادي، يعني عمارات الاعتداء هي نفس العينة، يعني ما بعيدش هذا اللي اعتدى عليها هو اللي قتلها. هنايا البوليس بداو كيتحراو على شكون هاد المرا هادي. من بعد ما عرفوا ليها البصمات ديالها مشاو لدارهم اللي ما كانش كتكون بعيد بزاف من تما، وانما كانت بنت الرباط، بلغوهم بهذا الخبر الالي. ملي تحراو عليها البوليس وعرفوا طبيعه العمل ديالها، لقاوها من خلال التحرير اللي داروا على المرا هادي اللي كانت في العشرينات من العمر ديالها، لقاوها من هذوك البنات الله يهديهم اخلاق وصافي، هذوك اللي كيمتهنوا ديك المهن الغير الاخلاقيه. هني باقي كيقلب هما البوليس في الجريمه ويعرفوا شكون اللي قتل هاد السيده هادي، اللي حتى كيلقاو البوليس عاوتاني في الغابه اللي حدا الشاطئ نيت، كيلقاو واحد السيده بنفس الطريقه مقتوله ومعتدى عليها ومرميه جثه حامده في وسط الغابه هاد المره هادي. وهاد المره هادي هي نفسها حتى هي من نفس النوعيه ديال المره الاولى، يعني حتى هي كتمتهن هذوك الاعمال غير اخلاقيه. البوليس هنا قالوا هاد خونا هذا السفاح ديال الشاطئ كيهتم غير بهذ النوعيه ديال العيالات، لهذا ركزوا الابحاث ديالهم والاهتمامات ديالهم في هذا الوسط هذا. كان حدا الشاطئ تمايا كانوا بزاف تاع العيالات وبزاف تاع البنات كيمتهنوا هذ المهن الغير اخلاقيه، كيوقفوا في الرصيف وكيجي شي كليان او شي واحد دايز او شي واحد عارف البنات كيوقفوا تما كيصطادهم، سواء عندو طوموبيل او كيمشيو معاه غير على رجليهم. وفين كيمشيو باش يديروا هذ الاعمال الغير اخلاقيه؟ كيمشيو غير تما الغابه، كانت واحد الغابه كثيفه بالاشجار ومدرقه القاضيه تما، حتى واحد ما كيدي ما يجيب. وتما في عيني في لقاو الجثه ديال المراه الثانيه. هنا البوليس داروا واحد الخطه، هاد الخطه كتقتضي شناهي؟
انهم يكلفوا واحد المفتشه مازال غير شابه يلا مخرجه من المعهد الملكي للشرطه وزوينه وعاطيه العين، واضافه الى هذا الشيء كامل عنده واحد الحزام فيه المصارعه والجيدو، يعني السيده قادره ان تواجه اي مشكله الا بغتاتها ولا شي حاجه. عرض عليها العميل المسؤول على الملف هاد لافير هادي اللي غتمثلي او تقمصي دور تاع هاد البنات هادو اللي حتى غادي نطيحو هاد السفاح هذا. هنا في الاول المفتشه تخلعات الصراحه وخافت، بدات نوع ديال التردد، ولكن العميل حاول انه يقنعها وقال لها بهاد المهمه ديالك النبيله راه غتعتقي شحال من روح، شحال من وحده كانت غتموت، انت شتي لعينك دابا ماتوا جوج، والله يحفظ الا خلينا هاد السيد هذا يدير ما بغى راه غادي يقصي شي العيالات. صافي وزاد قناع العميل وقال له راه غادي يكونوا معاك واحد المفتشين، ربعه ديال المفتشين من خيرة المفتشين، يعني عندهم رياضات وتبارك الله كاينين هما هادوك، غادي يكونوا حاضينك وحنا وراك وزيدوا الاتصال بيننا وبينك غادي يكون دائم، ما عندك مناش خافي. صافي المهم المفتشة لبسات مزيان ودارت الماكياج ديال هادوك البنات ومشات وقفات بحالها بحالهم، وباش هادوك البنات ما يديو ما يجيو وما يعرفوش راها في البوليس ولا شي حاجه اشنو داروا، ولاو مرة شي مفتش من هادوك المفتشين اللي خدامين معاها كيجي في الطوموبيل كيدير راسو بحال كيهضر معاها شو كيطلع معاه وكيمشيو. تقريبا دازت 3 ايام على الحاله هادي اللي حتى اقتنعوا هادوك البنات ان هاد البنت الجديده اللي تلحقات بهم يلا جديد حتى هي بحالها بحالهم كتخدم الخدمه اللعينه. ولكن نهار الرابع 3 ايام ما بان حتى حاجه والسفاح ما ظهرش ليه الاثر. النهار الرابع واحد من هادوك المفتشين ما غاديش يجي في الطوموبيل ديالو، وانما غادي يجي غير على رجلو، غيدير راسو بحال كيهضر معاه عاوتاني وغيبقاو يتمشاو بحال الداعي صافي. غادي ويا غادي شويه غيدورو جيت الغابه، وديك الغابه هي اصلا فين كيمشيو يزاولوا هاد الاعمال اللعينه ديالهم. المهم كيف دخلوا مع الغابه المفتش مع ديك المفتشه اللي حتى كيحس هاديك المفتش ان شي واحد تابعو بحال ما تسوقش، بقى غادي بقى غادي غادي غادي. واحد اللحظه ملي نزاوو في واحد الركن بحال غادي يدويو مع بعضياتهم هما حاسين بان شي واحد تابعهم وان هاد الفخ هذا غادي يطيح فيه شي واحد. اللي حتى كيباغتهم واحد القرع، هاد القرع كان قوي البنيه وعنده لحيه وباقي شاب ما كبيرش بزاف وصحيح تبارك الله، وهاز في يدو واحد الحبل يعني حبل قنبه بحال شي سلبه ولا شي حاجه، واحد القطيب ديال الحديد قطيب ديال الحديد. هنا هو يقول لي هذاك المفتش اش بغيتي عدي، دار راسو بحال مخلوع منه قال لي اش بغيتي عدي، قال لي شوف بغيتي سلامت راسك وحيد في حالتك هرب تاعي وخلي لي هاد البنت هادي، قال لي لا ما غنمشيش، قال لي هاد اللي كدافع عليها راه ما كتستاهلش هادي راه لاعين راه في لهنا فاعله تاركه بقى كيقول شي كلام خايب. دار براسو داك المفتش بحال تخلع ومشى قال لي صافي انا نخليلك، مشى يلا داز من حداه دار براسو بحال خايف منه، هو واحد الحركه خفيفه هو يشدو من يدو وحيد ليه هاديك الطيب وكوانساه. جات المفتشة دارت ليه المينور، هنايا داو الكوميسارية، هنايا البوليس ملي شدو هاد القرع هدا داو الكوميسارية. العميد ملي شافو طالبو بيه البطاقة الوطنية قال لي ما عنديش البطاقة الوطنية، عرضو البصمات ديالو على الناظم الآلي كتضح الأمر أن الاسم ديالو عبد القادر ومن مواليد 1992 وساكن في تمارة من أب وأم مجهولين، يعني السيد كابر غير في الخيريه يعني لاقيط. هنايا هاد خونا هذا ملي واجهو البوليس بهذاك بالمقتل ديال هذوك جوج بنات في ظروف غامضة وانه هو المتهم الوحيد في هذه القضيه اعترف. هنا البوليس فاجئ ودغيا اعترف ما حلم والو، اعترف بكل اريحيه وبكل سهوله. البوليس باش ياكدوا هاد الهضره او هاد الاعتراف ديالو بالدليل العلمي قارنوا العينه ديالو ديال الدي ان مع العينات اللي لقات في ذاك العازل الطبي، هي نفس العينات اللي لقات في الجثة الأولى وهي نفس العينات اللي لقات في الجثة الثانية، طلعت نتيجة مطابقة وبالتالي فهو الفاعل الأصلي لهذ الجريمة وهو اللي قتلهم بجوج بليوم وهو اعترف بطبيعة الحال. هنا قالوا لي شنو الدافع اللي خلاك أنك تقتلهم بهذ الطريقة؟ قال لهم أنا كنتاقم من الأم ديالي. كيفاش انتقمتي من الأم ديالك؟ قال لهم أسيدي أمي وبا ولدوني ورموني، يعني ولدوني غير من الزنقة وما عرفتهاش وهي كانت السبب ديال دمار الحياه ديالي، ما خدمت ما توظفت ما قريت ما درت حتى حاجه، خرجوا لي على حياتي، لهذا انا كنتاقم من الام ديالي عن طريق القتل ديال اي وحده كتبيع وتشري في الجسم ديالها على برا مع الاندال، لهذا قررت انني نصفي لاي بنت تلاقيت معها. فعلا نيت هو اصطاد وحده من هذوك البنات اياهم وجابها معاه للغابه،
من بعد ما اعتاد عليها خنق هذاك الحبل وضرب بهذاك القطيب على راسها اللي حتى ماتت. ونفس الشيء داروا مع الضحيه الثانيه، وكان مصمم انه يديروا نفس الشيء اللي حتى يلبي الرغبه ديالو في القتل ديال جميع النساء، فيما اي وحده كتلاقى معاه من بعد ما اعتدي عليها خاصو يقتلها. هذا هو الهدف ديالو في الحياه. صافي، هنا البوليس من بعد ما تعرف عندهم هدا عبد القادر بالجرائم اللي دار في حق جوج بنات اللي قتلهم هو من بعد ما اعتدى عليهم، اضافه الى ان الدليل العلمي اللي كياكد هذه الهضره هذه هو داك العازل الطبي لنفس العينه اللي في البنات هي اللي عنده هوايه، قدموه العداله وتحكم عليه 30 عام ديال الحبس بتهمه القتل العام المعصب الاصرار والترصد. ايوا هنايا كتسالي الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.